مرحبا، كيف الحال؟ كيف صحتكم؟ رمضان كريم، بتمنى تكونوا بخير جميعا. زميلكم علي الخليفي راح أشرح محاضرة الباثولوجي في سيستم النيرفوس بالسيستم النيرفوس على تفاريغ ساجن، كونهم بينزلوا بسرعة وترتيبهم حلو ما شاء الله عليهم، ويعطيهم العافية جميعا، مسؤول الفريق والمفرغين جميعا. خلينا نبلش بلاش يكون الفيديو طويل، وإن شاء الله ما بنتأخر فيه. في البداية كانت introduction للأناتومي، يعني كم نوت صغيرة هي، كم راجعها على السريع. النيرفوس سيستم عندنا two type of the cell، تمام؟ النيرونز، تمام، اللي هي المين سيلز responsible for central nervous system function generate signal memory motor sensation، جميع الوظائف اللي بيقوم فيها الدماغ. كمان عندنا supporting cell. supporting cell هي responsible for of keeping the environment good for neuron to function، تمام، يعني هي اللي بتحافظ على البيئة المناسبة للneuron cells to make function، تمام. منها الglial cell والastrocyte والoligodendrocyte والepithelial cells والmicroglia. طبعا كل هذا الاشي، الخلايا هاي كلها وال خلينا نحكي البراين كامل، برين كامل هو covering by meningitis. المينينجايز هي بتحيط الطبقة اللي بتحيط للسنترال نيرفو سيستم، اللي البراين والسباينال كورد، تمام. طبعا مكونة من ثلاث طبقات، الديورا ماتر والأركنويد ماتر والبايا ماتر. الديورا ماتر هي عبارة عن الأوتر موست لاير لاين ذا بوني اريا، تمام. الأركنويد ماتر اللي هي بتوين تو لاير. البايا ماتر هي اللي لاينز ذا نيرفوس تيشيو اتسلف، تمام. طبعا في عندي السوبر أركنويد ماسل، سب اركنويد سبيس، عفوا السب اركنويد سبيس بيكون فيها اللي هو السيريبرو سباينال فلويد، اللي هو سائل، او سائل بمعنى الترجمة له، هنحكي اللي سيركوليت اراوند ذا براين برين اند وذين ذا فنتريكولار سيستم انسايد ذا براين، تمام. هسه خلينا نحكي عن هذول الخلايا، كل واحدة فيهم شوية شغلات عنهم، معلومات عنهم سريعا بدون ما نطول عليهم. هسه كل خلية فيهم لما تتعرض للإنجري، تمام، تروما، انفكشن، ايا كان اللي صار عندها، شو بصير عليها او شو ممكن نشوف عندها. نبلش بالاول خلية الاستروسايت. الاستروسايت وهي المين سيل، تمام، مين سيل ذات فورم المش وورك of the central nervous system have process and attached to each other forming blood-brain barrier. تمام، blood-brain barrier responsible to injury by increasing in number and in size hyperatrophy hyperplasia. okay، وكمان عندها consider طبعا هي consider as fibroblast، تمام، of the central nervous system. الفايبروبلاست هي mainly are responsible for tissue repair and response to injury. بس الكومن سيت بالاستروسايت الرياكتيف تشينج بيصير فيها الجليوسيس، تمام. الجليوسيس هو سيميلر تو فايبروسيس بس هون مختص او خلاص موجود بالاستروسايت بيصير لها جليوسيس. اوكي. طيب هسه خلال عملية البروليفريشن بصير عندي ديفرنت مورفولوجيك، تمام. كم نقطة هيك سريعا عنهم، مش راح نطول عليهم كثير. أول إشي الجيمستوسايت، تمام، هي simply swollen reactive astrocyte with acidophilic اللي بتظهر بلون البينك، تمام، سيتوبلازم. بسبب شو السبب اللي خلاها تظهر زي بالacidophilic؟ اللي هي due to increase in amount of glial sorry due to increase in amount of glial fibrillary acidic protein. glially fibrillary acidic protein الGFAP، تمام.
Also كمان ممكن نشوف ان يكون عندها we have fibrillary astrocyte, the astrocyte will take a fibrillary morphology and become elongated, تمام, and will have the fibrillary process, تمام. واخر شيء او قبل الاخير انه بنشوف عندها morphological feature that can be seen is الرسنثال fibers. الرسنثال fibers هي عبارة عن aggregation of thick eosinophilic astrocytic fiber. بنشوفها بالold gliosis or some of low grade glial tumors. راح نتكلم عنهم محاضرة لاحقة إن شاء الله تعالى. طيب هسه كمان بنقدر بنشوف فيها بالاثروسايت اللي هي الجليوسيس رياكتيف تشينج اور ان نيوترو نيو بلاستيك بروليفريشن. الروسنثال فايبرز يوجوالي كومبوزد اوف الهيتشوك بروتين, تمام, اند ابيكوتين. سو لما نشوفها بال اندر ذا مايكروسكوب راح نشوفها از ايوسينوفيليك فايبر, تمام, وهي are very useful in diagnosis of some disease of central nervous system, تمام تمام. مثل ما حكينا هاي الصبغة اللي قلنا عنها اللي هي ال GFAP immune stain استخدمناها لل هاي مثل الأستروسايت تكون تقريبا على شكل نجمة, هي بتعطي على شكل نجمة. هون بنشوف ال الجيمستوسايت وال الريزونثال فايبر, بنشوفهم بالخليتين بالصورتين. هون نيجي على الخلية الثانية من الخلايا السبورتنج اللي هي الأوليغودنتروسايت. الأوليغودنتروسايت responsible for synthesis and maintenance of myelin, يعني كل وظيفة على الميلين بتكون, تمام. بدك تتذكر نتذكر انه بالكل الاكسون مايلينيتد within central nervous system and peripheral nervous system. بالcentral nervous system الميلين is made of بصير مسؤول عن تصنيع الميلين بالcentral nervous system هي الخلايا الاوليغودنتروسايت, بينما بالperipheral nervous system المسؤول عن تصنيع الميلين هي السكوان سيل, تمام تمام. يعني بمعنى اي دامج اني دامج بصير بالأوليغودنتروسايت راح يكون عندي بيسبب لي مثلا بهون حالة المالتيبل سكلروسيس, صار عندي دي مايلينيتد ديزيز مالتيبل سكلروسيس, تمام. اي كان اند ذي كان ديسبلاي انكلوجن, تمام, ان سم فايرال انفيكشن لايك ان بي ام ال البروجريسيف مالتي فوكال ليوكو انسيفالوباثي, تمام, within which is caused by GC virus, تمام, and on immune compromised patient, تمام تمام. طبعا ال الاخر الـ او قبل الاخير الابندمال سيلز. الابندمال سيلز هي line the ventricle and detoxify central cerebrospinal fluid, تمام, وظيفتها detoxify cerebrospinal fluid. طبعا we have structure بنسميه الابندمال granulation which are area in ventricle of combined ابندمال cell and subependymal astrocyte. ابندمال cell of الابندمال cell والsubependymal subependymal astrocyte ممكن نشوفها normally but the increase in the number when the increase in their number incidence pathological condition like inflammation ventriculitis ventricular dilation ايا كان. طبعا كمان this cell can be infected by CMV virus, تمام, and they in display inclusion of the that virus. الخلية الأخيرة, النوع الأخير من الخلايا السبورتنج اللي هي الميكروجليا. الميكروجليا اللي هي scavenger of the brain, تمام, and they do multiple function. الفانكشن تاعتها بسيطين وحلوين ما فيهم شيء. performs the job of macrophage in case of infection بنسميها الجيتر سيلز, تمام, so they phagocyte the necrotic debris and clean the area. تشتغل مكنسة البيت اللي بدكم اياها سموها.
الوظيفة الثانية سيفاليس they are called بالحالتس إن بالسيفاليس الميكروغليا بتكون بنسميها root cells تمام because they have elongated macrophage تمام بحالة أو سوري لما بتشكل الأجريجيشن around injury cells لما تعمل أجريجيشن حول الانجرد سيلز تمام بنسميها مايكروجليا نوديول تمام مايكروجليا نوديول around the injury cell إذا عملت أجريجيشن around the dead cell نيرون بنسميها نيورونفاجيا شوفوها هون بالصورة شوف كيف عاملة محاوطة الديت سيلز نيرون عفوا هسا بدنا نبلش بال سي ان اس انفكشن انفكوس اند انفلاماتوري كونديشن قبل ما ندخل بالتفاصيل خلينا نشوف كم ملاحظات هيك سريعة ونبلش فيهم ان شاء الله هسا any infection that happen anywhere in the body must have a root كيف بدها تدخل الجسم انا كيف الانفكشن الاورجانيزم بدها تدخل لجسمي اما بتكون hematogenous through the blood and it's the most common way or direct route of infection direct route due to trauma or heterogenic heterogenic like trauma like in التروما بال is fracture in the skull ممكن تكون brain get infected easily ممكن patient undergo the surgery cerebral or vertebral surgery أيا كان ممكن تكون طريقة انتقال ال infection لل brain والجسم الطريقة الثالثة اللي ممكن تنتقل عن طريقها ال infection agent ممكن تكون local extension forms adjacent focus تمام مثل البارانيزال سينوس عن طريق البارانيزال سينوس or patient with congenital malformation congenital malformation ممكن كمان تكون infection عفوا سوري إذا كان الانفكشن بالبارانيزال سينوس sinusitis تمام البيرير ايجنت راح يكون البيرير ايجنت تو سنترال نيرفوس سيستم راح يكون الثين بليت اوف بون تمام بينما بالكيس اوف كونجينيتال مال فورميشن البيرير او الدايركت كونتاكت بين سنترال نيرفوس سيستم اند اوتسايد انفايرمنت مختلف راح يكون دايركت كونتاكت مش ما في عندي بيرير تمام مثل بحالات اللي الانسفالوس والمايلون مايلون مينينجوكال اسمائهم غريبة عشان انا بكره البكتيريا وبس بكره اسماء البكتيريا صارت تطلع لي هون مش مشكلة طيب الايجنت ار تيبيكال راح تكون بكتيريا فيروس فانجاي باراسايت اور اميون بروسيس الانفكشن كان افكتد بوث نورمال and normal host or immune compromised host. نشوف نتذكر كم معلومة سريعة اللي هم set of infection راح نعرف عنهم تفصيل قدام. أول set هو الابيدورال والسبدورال infection. تمام. بعديها راح نشوف بنلاقي المينينجايتس وهو inflammation of the cerebro meninges including the biometer and that surround the central nervous system directly هي أول طبقة يعني بتحيط الcentral nervous system وممكن نشوف كمان بالcerebral abscess والencephalitis اللي هي inflammation of the brain تمام نشوف أول واحدة فيهم الإبيديورال and subdural infection الusual agents راح تكون الستاف الستريب والجرام نيجاتيف بس اللاي or mixed of them usually because direct local spread for example if patient has a infection near the epidural or subdural symptom are different between subdural and epidural infection because of the different in anatomical integrity because different in the anatomical integrity
بالإبيديورال space we will have localized space occupying a region, تمام, because boundary by the suture cannot cross suture line agent. بينما بالسبديورال إمبيوما, تمام, بيوما would be a mass affected effect comprising the brain and increase in intracranial pressure. تمام. كمان ممكن another complication of subdural infection, involvement of subdural vessels may lead to cerebral cortical thrombo cerebral cortical thrombophlebitis, تمام, وهي inflammation of these blood vessels lead to thrombosis, تمام, which can result in infarction, especially طبعا بتكون بالvenous blood vessels infarction can result in hemorrhagic red infection. والمحاضرة الجاية أتوقع راح نحكي عنه إن شاء الله تعالى. قبل ما نفوت المنجايز نرجع نرتب أفكارنا شوي سريع. حكينا عن الأستروسايت, نذكر إنه الأستروسايت الكومون سيت رياكتيف تشينج إز جليوسيس, تمام. المورفولوجيكال فيوتشر ديفر فيوتشر بنشوف عند الجيمستوسايت الفيبريلري أستروسايت, بنشوف كمان عند الريزنثال فايبرز, كمان بنشوف عندها ال شو كمان بنشوف عندها نتذكر إنه شو حكينا نتذكر الصبغة هاي اللي استخدمناها اللي هي ال GFAP immune stain, تمام. نتذكر كمان بس هيك يعني نتذكر شغلات سريعة, ما راح تكون إن شاء الله عليها شغلات كثيرة, بس هي عشان نعرف كيف disease لقدام. الأوليغودينتروسايت الميلينيشن السينثيز اند مينتيننس اوف مايلين, تمام. نتذكر انه الدمج بالكيس اوف ديمايلينيتد ديزيز مثل المالتيبل سكليروسيس بيكون حدث بالأوليغودينتروسايت لان هي المسؤوله عن المايلين, اور سم فايرال انفكشن مثل البي ام ال ممكن كمان باي طبعا كوزد باي جي سي فيروس وبتكون بالاميون كومبرومايز بيشنت. الايفينديمال سيل هي المسؤوله عن الديتوكسيفاي اوف سيربرو سباينال فلويد. ممكن كمان شو نذكر عنها انفكتد باي سي ام في فيروس, تمام. المايكروجليا ممكن نذكر انها سكافنجر اوف ذا برين, في لها فور فانكشن. الاولى ماكروفيج بنسميها بحاله الانفكشن جيتر سيلز, تمام, بحاله السيفاليس بنسميها الروت سيل. ليش؟ لانه بيكون عندها الونجيتد مورفولوجي, اذا عملت اجريجيشن اراوند انجري سيلز بيكون اسمها بنسميها المايكروجليا نوديولز. حالة الاجريجيشن اراوند ذا ديد نيورون بنسميها نيورو نيوفاجيا نيورو نيوفاجيا, تمام. بنشوفها بهاي شايفينها بهاي الصوره, اتوقع واضح لكم. نوتات الطرق الروت اوف انفكشن سبيل تو براين اور سباينال كورد brain or spinal cord, اللي hematogenous direct route of infection, trauma or iatrogenic, ممكن تكون local extension forms adjacent focus, كمان ممكن إذا كانت بالparanasal sinus راح يكون بتكون barrier عندنا thin plate of bone, بالcongenital malformation راح يكون direct contact, تمام. الايجنت اللي عندنا راح يكونوا حكينا هم البكتيريا الفيروس الفنجاي الباراسايت او الاميون بروسيس, تمام. الانفكشن بياثر عادي على النورمال والاميون كومبرومايزد هوست. السيت اوف انفكشن
الابيديورال والسبديورال مينينجايتس والسيربرال ابسس والانسيفالايتس. تمام، الانسيفالايتس حكينا هو الانفلاميشن اوف براين، المينينجايتس هو انفلاميشن اوف ذا سيريبرو مينينجايت. الابيديورال اند سبديورال انفكشن يوجوالي كوزد باي يوجوالي الايجنت بيكونوا الستاف والستريب والجرام نيجاتيف باسيلاي والميكست اور ميكست بيكونوا دايركت لوكال سبيرت. تمام، symptoms are different between subdural and epidural. إذا كانت بالepidural space بيكون have localized space occupying lesion. تمام، because it's boundary by the suture. السبديورال امبيوما امبيومي تمام would be a masses effect compression the brain and increase in intracranial pressure. تمام، شو بدنا نتذكر كمان من هون؟ يعني تقريبا معلومات بسيطة ما بدهم شرح، والله يعني محاضرة لطيفة نوعا ما كانت. نبلش بالمينينجايتس. المينينجايتس هو inflammation of leptomeningeus and cerebrospinal fluid، وهي الموست كومن central nervous system pathological condition. different type of meningitis نبلش فيهم واحد واحد. الأكيوت بايوجينيك أو البكتيريال meningitis أغلب أو كلهم بكتيريا اللي بيسببوه. تمام، طبعا الأجنت differ based on the age group، يعني حسب العمر. unit يكون الجروب ب streptococci and E. coli. طبعا usually E. coli usually transmit from the pear canal. تمام، بالأدوليسنت واليونج أدلت راح تكون البكتيريا اللي مسببة الأكيوت مينينجايتس اللي هي المينينجيتيديس. تمام، بالإيرلي بيبول اللي هم راح تكون النيمونيا والشو اسمها المونوسايتوجينيوس. تمام، ممكن نشوف باللاج عندهم الأكيوت بايوجينيك مينينجايتس راح نلاقي عندهم فيفر، هيديج، الوميتنج بسبب انكريز ان انتراكرانيال بريشر، الفوتوفوبيا، ممكن نلاقي عندهم النيك ريجيديتي ديو تو طبعا مينينجيال اريتيشن. نتذكر عندهم هون انه المينينجيتيدس تمام maybe combined by البيتيكيال skin rash، البيتيكيال skin rash and complicated by سيبتسميك شوك، عفوا complicated by سيبتسميك شوك. تمام، بنسميها المينينجيو كوكيميا. تمام، طبعا البيشنت also can develop الورث هاوس فريدريشنز syndrome. الورث هاوس ريتشسن syndrome. تمام، والله اسمه طويل وما اعرف كيف حاطينه هون. يلا، which is a group of symptoms، هي وليست هي مجموعة symptoms بتبين عندي from failure of adrenal gland to functional normal as a result of bleeding، بيكون صاير عندي bleeding هاي بالادرينال gland طبعا caused by severe infection with meningococcus بكتيريا and other bacteria مثل اللي جروب بي streptococcus. تمام، هسه بالاكيوت بايوجينيك راح نشوف بالسيربروسباينال فلويد راح نشوف عندهم طبعا هي مثل ما حكينا بمحاضرة الميديسن هاي الجزئية قلناها اللي هي انه obtained by lumbar puncture between L3 والL4. تمام، but before we do lumbar puncture we must look for intracranial pressure. إذا كان if it's normal we take a lumbar puncture عادي ما في عندك أي مشكلة، بس إذا في increase ما بنقدر ناخذه. تمام، طبعا احنا then it's examined and usually the result الريزلت بتكون من ال لا يعني لما بناخذ عينة ال cerebrospinal fluid. تمام، راح نلاقي عنده بحالة الأكيوت البايجينيك الأكيوت مينينجايتس increase بال cerebrospinal fluid pressure increase بالبروتين decrease بالشوغر
with numerous neutrophils and حنلاقي عندهم كمان نشوف عندهم اللي هم الديمونسترابل بكتيريا. تمام. المورفولوجي تبعها كيف شكلها راح كيف الشكل اللي راح يتصور لنا، راح نلاقي اكسديت بال سب اركنويد سبيس سبيشالي اراوند بيس اوف براين بيكوز اوف جرافيتي، راح نلاقي فول اوف نيوتروفيلز، كمان راح نلاقي كونجست منينجيال فيزلز سراوند باي نيوتروفيل انفلتريت. تمام. Sometime inflammation can extend into superficial cerebral cortex or into ventricle ممكن يوصل بسبب resulting in cerebritis تمام and ventriculitis. تمام. The abscess also may occur كمان ممكن نشوف ال flepitus تمام والvenous occlusion and hemorrhagic fraction of underlying brain. نشوف هاي الصور اللي بتوضح لنا، شوفوا هون هاي الاكيوميليشن اوف ذا اكسيديت ات ذا بيس اوف برين. تمام. بالهيستولوجيكالي شفناها هاي كان عندي انكريز بالنيوتروفيليك انفلتريت. تمام. افكتنج ذا مينينجاي اند اكستندينج انتو ذا سيريبرال كورتكس افكتنج بلاد فيزلز. تمام تمام. هاي خلصنا اول اول تايب اوف مينينجايتس. نتذكر انه الايجنت ديفير بيست اون ايج جروب. تمام. نتذكر كل واحد فيهم، احفظوهم من هسه عشان راح يفيدكم تحفظوا لانه عليهم سؤال محاضره الميديسن. الكلينيكال بيكتشر فيفر هيدج فوميتنج الفوتوفوبيا النيكريتي. نتذكر كمان انه المينينجيتيديس كومبايند باي بيتيكيال سكين راش. تمام. شو كمان كمان بنلاقي ان البيشنت كان ديفلوب ممكن يتطور عنده الووتر هاوس فريدريشن سيندروم. تمام. كمان CSF finding راح نلاقي عندهم increase بال CSF pressure, increase بالبروتين, decrease بالشجر. بالمورفولوجي راح نلاقي exudate in subarachnoid space. ممكن كمان نشوف عندهم، نذكر كمان انه ال congested meningeal vessels surrounded by neutrophilic infiltrate. تمام. ممكن كمان نذكر، خلوها عندكم ذكروك منيح، الانفلاميشن كان اكستند انتو سوبرفيشال سيربرال كورتكس اور انتو فنتريكل. تمام. نروح للنوع الثاني من المينينجايتس وهو الاسبتيك فايرال مينينجايتس. احنا حكينا الاول نوع اللي هو الاكيوت، هسه الاسبتيك هو نحكي الكوز تبعه كان غير البكتيريا. تمام. usually طبعا mild and self limiting. تمام. and seasonal يعني معلومات بسيطة، ما في عنده كثير معلومات. الأسبتيك viral meningitis usually finding our brain edema mild mononuclear cell infiltration of meningitis superficial brain cortex و CSF is clear بيكون عندي، ما بنشوف فيه نضيف نوعا ما. شوية increase بالبروتين normal sugar increase باللينفوسايت. النوع الثالث من المينينجايتس هو الكرونيك مينينجايتس المينينجيو انسيفالايتس، يعني مودع الله يعافينا يا رب. طبعا usually caused by organism that cannot be cleared easily like مثل TB والسيفاليس. تمام. هما نوعين بس يعني ندرس أصلاً، بس التي بي والسيفاليس. التي بي affects both brain and meninges. السيفاليس causes gliomas gums in brain. تمام. and also can affect spinal cord. We also have بيكون بالكرونيك بيكون عندهم ليميا ديزيز. تمام. وهو النيورو بروليوسيس. تمام.
It has multiple clinical presentation and affected different organ, usually transmitted by ticks. It can present as ممكن نشوفه as بالسبتيك مينجايتس, الفيشن نيرف بالسي, البولي نيورو باثيز, تمام, البولي نيورو باثيز, الميلد انسيفالو باثي. نشوف التيوبر كلوسز مينجايتس, طبعا الروت اوف ترانسميت راح يكون هيماتوجينوس, تمام, او بيكون دايركت, يعني الهيماتوجينوس from lung to brain. ال direct spread راح لاين in case of tuberculosis vertebra مثلا, يعني او طريقه الانتقال راح تكون هيك. ممكن كمان انه can result in the either meningitis or tuberculomia. المينينجايتس diffuse inflammation of the meninges of the meninges, صار عندي diffuse, تمام, بينما التيوبر كيولوميا كيولوما كيولوميا means localized localized inflammation of the meningitis, يعني صار فيها نفسها هي ال meningitis, تمام. المورفولوجي للتيوبر كلوزز meningitis راح يكون عندي thick cheese exudate, تمام, thick meningi, التيوبر tubercular is cervus, تمام, الكاستنج جرانيولوماز, البيسل سيسترنز اند سيوليكا ار ذا موست افكتد بالبرين بالتيوبر كلوزز مينجايتس. كمان مي بي افكت بلاد فيزلز اند ذيس مي شو تمام. حكينا انه بنصر نحن بالمورفولوجي اوف tuberculosis, تمام, راح نشوف اللي قلنا, حكينا الثيك cheese exudate, الثيك meninges, tubercular in cervus راح يكون, تمام, البيزل سيسترنا والسيليكاس ار ذا موست افكتد, تمام. طبعا كمان ات مي بي ات مي افكت بلاد فيزلز, تمام, بنشوفهم ذي مي شو اوبليتيرتيف الاندر تيرايتس اللي هي التهاب بطانه الشرايين, تمام, اند انفراكشن, تمام, ممكن نشوف عندهم كمان بال CSF finding راح نشوف عندهم increase in protein, no neutrophils increase in lymphocyte, sugar is normal or decreased, تمام. الحالة الثانية اللي هي حكينا عنها, حكينا في tuberculosis بالchronic or neurosyphilis. Neurosyphilis caused by spiro بسبب ليها اللي هي سبايرو بروتيك اللي هي التي بالوديوم, تمام, usually start on genital area, تمام, which is called primary syphilis. The primary syphilis then it can reactivated as secondary syphilis, تمام, بعدين systemic and affect the central nervous system. بعد ما تأثر على الأفكت ذا سنترال نيرفوس سيستم بصير اسمها بنسميها اللي هي التيرشري سيفلس, تمام, which very rare طبعا بيكون. These days become of early treatment and diagnosis. The patient will have one out of multiple presentation, ممكن يكون عنده واحدة من التالي, تمام, اللي هما أول واحدة المينينجو فازيكولار نيوروسيفاليس, تمام, اللي هي المينينجال كرونيك انفكشن with obliterative endar tiritis, تمام, and cerebral gums usually based on of a brain, تتميز characterized by increase بالبلازما سيل, أو يكون عندها الباريتيك نيورو سيفاليس وهي invasion of frontal loop by spirotic losses of neurons and
proliferation of the microglia اللي هي root cell بتكون تمام. طبعا بيكون معها gliosis granular ependymitis. طبعا these patients راح يكون عندهم will have a progressive mental defects تمام mood alteration and they then they will have severe dementia اللي هي ال dementia dementia هي الخرف الخرف سوري الخرف في dementia الخرف. طيب البرزنتيشن الثالث اللي راح تظهر عندهم اللي هي التيبس دورزاليس تمام. تيبس دورزاليس وهي تيرشري سيفاليس انفولف وصل انفولف السباينال كور تمام. طبعا هير ذا دامج ويل بي افكتنج راح ياثر على السنسوري نيرز ان دورزال روت اند كولومنز اند ذيس ويل ريزلت بسبب لي للوس اوف بين سنسيشن راح ابطل احس بالشعور الالم تمام. اند جوينت بوزيشن سنس لوكو واللوكوموتور التاكسيا كمان راح يكون عنده راح تسبب له انه السكن اند جوينت دامج. طبعا هذول البيشنت يوجوالي هاف لايتنينج بين اند ابسنس اوف ديب تندون ريفلكس. اوكي لحد هون قلنا نرجع مره سريعا عن المينجايتس 3 تايب هو الموست كومون 3 تايب اكيوت حكينا كل راجعناهم مره ثانيه كمان هي مره ثالثه. الاكيوت راح الايجنت ديفير بيست اون ايج جروب. الكلينيكال بيكتشر راح نلاقي عنده فيفر هيدج الوومتنج الفوتوفوبيا النيك ريديتي. نتذكر المينينجيتيديس اللي هي كومبايند باي بيتيكيال سكين راش. بالسي اس اف فايندينج راح نلاقي انكريز بالسي اس اف بريشر انكريز بالبروتين ديكريز بالشوجر. المورفولوجي اكسوديت اهم شيء اللي نتذكر انه الاكسوديت از ان سب اركنويد سبيس. نتذكر كمان بالاس تك فيرال مينينجايتس السي اس اف اللي هي بتكون هيماتوجينيوس طبعا يوجوالي ميل سيلف ليميتنج سيزونال ممكن طبعا فايندينج ار برين ايديما ميلد مونونيكولار سيل انفيلتريشن كمان بالسي اس اف كلير ممكن نلاقي عنده انكريز بالبروتين نورمال شوجر اند انكريز بيكون ممكن يكون انكريز بالليمفوسايت. الكرونيك مينينجايتس تمام حكينا يوجوالي باي تي بي اور سيفاليس. كمان ممكن لا نشوف عندهم الليميا ديزيز تمام. ممكن نشوف بالتيوبر كلوسز مينينجايتس 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 جايتس اللي بتكون اياها سموها بلشت انا صاحب لسه صاحي الصبح وبشرح بس انه ضيعت حالي شوية وقت مش مشكلة. الهيماتوجينوس سبيرت تمام اور دايركت سبيرت ريزلت ان ايذر مينينجايتس اور تيوبر كولوميا. المينينجايتس اللي هي الديفيوز انفلاميشن اوف مينينجايز التيوبر كولوما اللي هي localized inflammation of the meningitis تمام. المورفولوجي حكينا thick cheese exudate thick meningitis tubercules in cervus راح تكون. والبيزل سترنا سيليكا are the most affected كمان affected blood vessels تعمل لي endoteritis تمام. بالنيوروسيفاليس تمام حكينا انها caused by sporotic T pallidum usually start on the genital area بتبلش بالبرايمري سيفاليس بعدين بتتحول تطور reactivated as secondary سيفاليس بعدها systemic and affect the central nervous system بتصير tertiary سيفاليس.
البيشنت راح يكون عندي have one out of a multiple presentation إما meningovascular neurocephalus أو باريتيك نيوروسيفاليس نيوروسيفاليس أو التيبس دوزاليس. نيجي للأكيوت نحكي عن الأكيوت سيفاليتيك مينينجايتس. الـ HIV infected patient immune compromised who have increased risk for neurosyphilis and may develop severe rapidly progressive disease. تمام. الcomplication of bacterial meningitis راح نشوف عنده obstructive hydrocephalus اللي هي means increase in intracranial pressure because accumulation of cerebrospinal fluid. كمان راح نشوف عنده ممكن نشوف عنده الكومبليكيشن الثانية اللي هي السيريبرال انفراكشن راح نحكي عنها بالمحاضرة الثانية إن شاء الله. الفينوس أو الأرتري which can result from inflammation of blood vessels. سيريبرال أبسس ممكن epilepsy infection damage the area that can abnormal activity. تمام. الكرانيال نيرف بلسي ممكن ديفنس ديو تو دامج او تو ذا الايت كرانيال نيرف. طبعا نذكر انه بالمينينجايتس البروجنوسيس بالاكوت سيفاليتيك مينينجايتس تمام البروجنوسيس ديبند اون رابيديتي اوف بروبير انتيبايوتيك ثيرابي. البارينكيمال انفيكشن البرانكيمال انفكشن هي الانفكشن اوف ذا سنترال نيرفس سيستم اتسلف نفسه تمام ات كان بي لوكالايزد اور ديفيوز. اذا كانت لوكالايزد بيكون ابسس تيوبركوليميا التوكسوبلازموسيس باراسايت اور ديفيوز ممكن تكون ديفيوز باي الانسيفالايتس يوجوالي بتكون عن طريق الفايرال. البرين ابسس يوجوالي بكتيريا راح يكون مثل ما حكينا mainly having due to a direct implantation surgery or trauma أو بيكون local extension من البارانيزال سينيوس تيش البارانيزال سينيوس سايتس والماس or ماستو الماستو دايتيز الماستو ماستو دايتيز ماستو دايتيز وال ما أنا مش عارف أحكي والميدل على كثير انا شكلي نسيت خلاص والميدل اير انفكشن. This area are very close the brain and the only barrier is thin plate from the skull. الهيماتوجينوس روت ممكن تكون طبعا كمان usually with predisposing condition include severe infection like septicemia ممكن إنه صار عند septicemia هاي الحالة بتصير الهيماتوجينوس روت. طبعا هي maybe multiple because they are coming by blood to any part of the brain. المورفولوجي راح نشوف عندها like the morphology of any abscess تمام يعني راح يكون عندي localized separation and liquefactive necrosis supported by granulation tissue reactive astrocyte and severe edema leading to increase in intracranial pressure. Later ممكن يصير عنده fibrosis capsule and gliosis. بالCSF finding راح نلاقي عنده increase بالبروتين increase cell and usually راح يكون عنده normal sugar. الcomplication ممكن يصير عنده meningitis venous sinuous thrombosis ممكن يصير عنده ventriculitis and increase intracranial pressure مثل ما احنا شايفين هون هاي cerebral abscess pus collection surrounded by gliosis. الكابسول راح تكون سبيريت بتفصل الابسس from normal tissue.
نيجي على الفنجل انسيفالايتس. الفنجل يا فنجل فنجل بصر شو ماله. طيب can be caused by multiple fungal species اللي هن الكانديديا, الكريبتوكوكس, الاسبرغيلاس والميكور ميكور ميكور ويخط المايكرو. It can affect normal people immune compromised or immune compromised patient. طبعا especially الكريبتوكوكس is very common in patient with AIDS. Transmit by hematogenous or direct spread. تمام. Diabetic راح بالpatient of diabetic with ketoacidosis especially prone to اللي هو اللي حكينا عنه اللي شو اسمه اللي especially prone to اللي mycotic infection from nose or sinus. تمام. And it's a very bad infection because it's invasive. تمام. And it can distract the bone and tissue. AIDS patients are prone to cryptococcal meningio encephalitis. كمان بدنا نعرف عن الفنجل انه the blood vessels invasion with a hemorrhagic infarction. تمام. especially found in asparagillus. المورفولوجي of fungal infection بشكل عام راح نلاقي عندهم المايكرو abscess بالبرين or poorly formed granulomas and meningitis. كيف how to كيف يعني how كيف خلص واحدة منهم. how to demonstrate the person of this fungal organism by doing a special stain including بالضمان إما الباس or silver stain. هاي الصورة توضح لكل silver stain كيف انها. طيب خلصنا من الفنجل انسيفالايتس. نحكي عن الفيرال انسيفالايتس. الفيرال انسيفالايتس may be sporadic in healthy subject or may only affect immunocompromised subject. Some are selective to central nervous system والother tissue affect the other tissue. ممكن يكون الاربو فيروس. تمام. بالويست تو نيل والإكيونز والأتش سي بي 1 و 2 والفيركولا والبيركولا زوستر فيروس والسي ام في فيروس والبوليو فيروس والباب والرابس فيروس والاتش اي بي فيروس والبروجريسيف مالتيفوكال ليوكو انسيفالوباثي. تمام. بلش فيهم واحد واحد وبسيطين ان شاء الله ما بغلبونا. اول شيء نحكي عن الفيرال انسيفالايتس اند ماي لايتس. المايلايتس هي inflammation of the spinal cord. تمام. Could be sporadic infection as in HCV encephalitis affect both immune compromised والimmune compromised host. طبعا ممكن تكون latent infection as اللي هو الفيركيلا زوستر الهربس فيروس هو نفسه. أتذكر كأنه هيك والله بالمايكرو قلناها نفسه الهربس فيروس زوستر. ممكن تكون الفيرال انسيفالايتس ممكن تكون النيورو تروبيك فيروس مثل النيورو تروبيك بحالة اللي هم البوليو فيروس والرابيز. النيورو تروبيك بمعنى انه تندنسي تو افكتد نيرون. تمام. والحالة الثالثة منها ممكن تكون اللي هي could be antenatal اللي هي induced by either CMV virus or rubella أو rubella كان اسمها هيك لفظها كان rubella antenatal اللي هي indicate the ability to
infect in utero. تمام. الاميون ديفيشنسي مثل ال HIV, ال CMV, ال PML, ال VZV, طبعا بعض ال systemic viral infection don't infect the central nervous system by themselves, but initially immune mechanism in central nervous system مثل influenza virus. نشوف المناطق او كل فيروس شو ممكن يأثر على اي منطقة بالبرين. مثلا CMV virus affected the ventricles, ال HCV virus affected temporal lobe والorbital frontal area, البوليو affected anterior horn cells of spinal cord result in paralysis. تمام. ال VZV affected thoracic dorsal root ganglia produce shingles disease. ال future common to most viral infection, اغلب الهاي راح يكونوا خلينا نحكي هذول الاربع فيوتشر. تمام. راح يكون عندهم البير فازيكولار مونونيوكلار انفلتريت سيل لايسيس اور نيورو نيوها, تذكروها هاي النيورال نيورون فيجيا, النيورون فيجيا اللي هي السراوند اجريجيشن اراوند ديد نيرون. كمان الميكروغليا نوديولز ممكن نشوفها, نيوكلار اور سايتوبلازميك انكلوجن. تمام. طبعا بتختلف من نوع لنوع ثاني بالفيروس, مثلا بالريبس بالريبيوس الريبس ريبس السايتوبلازميك راح نشوف عندها تميز بالنيجري باديز. تمام. بينما بالسي ام في فيروس راح نلاقي عنده اللي هو البيزوفيليك نيكولار. تمام. انكلوجن هاي اللي حكينا عنها النيورو انفيجيا نيورون فيجيا. هون بنشوف البير فازيكولار كوف الليمفوسايت اوف ليمفوسايت بال هي هون. تمام. هذا اللي هو البير فازيكولار والمايكرو مايكروغليا نوديول نشوفها هون بهاي الصوره. راح نشوف الربس, شوف كيف الربس عندي كان بال طلع عندي الشكل او المورفولوجي تبعها كان ظهر عندي النيجيريا بادي نيجيريا باديز. تمام. بينما بالسي ام في فيروس انفكشن لارج انترا نيوكلير بازوفيليك انكلوجن. تمام. نحكي هسه عن الهيربس سمبلكس فيروس تايب 1 اند تايب 2. ممكن نشوف نورمال هوست بالتشيلدرن اور ادلت, يوجوالي بريزنت از هيموراجيك نيكروتايزينج انفلاميشن ان تيمبورال لوب اور اند اوربيتال الجايرا اوف فرونتال لوب. الهيربس سمبلكس فيروس 2 بالادلت may causes meningitis or common future of the viral encephalitis اللي حكينا عنهم فوق. راح نشوفهم بالإيوسينوفيليك seen with إيوسينوفيليك intra nuclear viral inclusion. تمام. بالصورة هون بوضح لك الكروس appearance للهيموراجيك inflammation affecting both temporal loop نحكي عن الفاريكال زوستر فيروس الهيربس زوستر. تمام. وهو causing chicken box in children but latent infection in dorsal root ganglia in adult. طبعا هو self limited skin eruption along dorsal nerve dermatomy اللي هو الشنجل زي ما حكينا or post eruption neuroglia. تمام. طبعا بنشوفه بالimmune compromised patient it may show acute encephalitis. Legion of is typical of viral infection with or without granulomatous arthritis and infarction. تمام. بسبب الدمج and occlusion of the blood vessels.
بالنسبة للسايتو ميجالو فيروس تمام CMV usually affected immune compromised host بالبيشنت الايدز بيشنت اتس بريزنت از سب اكوت انسفاليتس that can affect any region and any cell but mainly ependymal and subependymal cells. طبعا there is hemorrhagical hemorrhagic periventricular necrosis with large cytoplasmic intranuclear inclusion. طبعا كمان ال CMV virus can affected the fetus تمام resulting in condition called congenital infection تمام or intrauterine infection. ال change اللي بصير عندها similar to above plus brain destruction microcephaly and classification. نرجع شوي سريع ولا نكمل ثواني أشوف. خلينا بس نحكي عن الباريس ونكمل. باريس اللي هو الفيروس اللي هو usually result in severe and fatal encephalitis بسبب دي تمام. Usually transmit by a bit of الكانيون. الكانيون هو نوع من أنواع الكلاب أو بدريش إذا إنه بالضبط يعني أو إنه هي كلاب أو إيش هي يعني إلها دخل بالكلاب. And the special about this virus is travels ascending. هاي أهم يعني أهم فيتشر عنده بنلاقيها اللي هو إنه travels ascending along peripheral nervous nerve from bit تمام and incubation period may last for months before symptom start to appear. Neuronal degeneration and inflammation reaction mostly severe in midbrain floor of fourth ventricle. كيف نقدر نعمل له diagnosis by present of Neisseria bodies. كمان ممكن نلاقي عنده cytoplasmic eosinophilic inclusion in pyramidal neuron of the hippocampus and hippocampus compass وال Purkinje cell of cerebellum. إيه المان كثير أنا نسيت سامحونا يا جماعة. الهيبوكامبوس والبيركنج سيل اوف سيربيلم. هاي البيركنج سيل. طب خلينا نرجع من اول صح شويه هيك مره ثانيه. الفايرال احنا حكي بلشنا والفنجل من عند الفنجل من عند الفنجل. الفنجل احنا نذكر الكانديديا والكريبتوكوكس والاسباراجيلاس والميوكور هذول كلهم الفنجس الفنجل اللي بيسببوا للفنجل انسيفالايتس. النورمال بيبول والاميون كومبرومايز بيشنت نتذكر الكريبتوكوكس فيري كومن بيشنت وذ ان بيشنت وذ ايد تمام. الافكت الترانسميت باي هيماتوجينوس اور دايركت سبيريت. نتذكر كمان اللي هم الدايابيتيك وذ كيتو اسيدوسيس سبيشالي برون تو ميوكور مايكوتيك انفكشن فروم نويز اور سينوس تمام. نذكر كمان إنه الإيدز بيشنت برون تو كريبتوكوكال منينجيو إنسيفالايتس والبلاد فيزلز إنفيجن وذ هيموروجيكال إنفراكشن سبيشالي فاوند إن الأسباراجيلاس. المورفولوجي راح نلاقي عنده أهم شيء نتذكر اللي هي المايكرو أبسس وال بورلي فورمد جرانيولوماس وال كيفن هاو تو
demonstrated the presence of this fungal by doing special stain including البات أو السيلفر ستين. تمام. الفيرال انسيفالايتس نبلش واحد فيهم اللي أول إشي فيهم الفيرال انسيفالايتس والماي أند مايو مايلايتس. المايلايتس هي inflammation of the spinal cord, sporadic infection as in RCV انسيفالايتس. ممكن تكون latent infection اللي هو ال vertical vertical varicella zoster 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 neurotropic ممكن تكون neuro neurotropic بول like البوليو فيروس والرابس والرابس اللي هم بمعنى انه النيوروتروبيك اللي هي tendency to affect neurons. الانتيناتال انتيناتال induced by either CMV or rubella. تمام. الاميون ديفيشنسي ال HIV ال CMV ال BML ال BZP. some systemic viral infect don't infect the central nervous system by themselves but initially immune mechanism مثل الانفلونزا فيروس. نذكر انه CMV affected the ventricles, HCV affected temporal loop وال orbital frontal area, البوليو affected anterior horn or cell of spinal cord, الVZV affected thoracic dorsal root ganglia. الفيوتر نذكر انه عندهم البيرب فازيكولار مونيكولار انفلتريت سيلايسز اوف اور او بيكون عندهم النيورو نيوفاجيا مايكروجليا نودولز. ممكن يكون عندهم نيوكولار اور سايتوبلازميك انكلوجن. تمام. كمان شو بدنا نذكر الهيربس سيمبلكس فايروس تايب 1 وتايب 2 بالنورمال هوست ممكن بالتلدرن ممكن بالأدلت. ممكن نشوفه بال present as hemorrhagic necrotizing inflammation بالtemporal loop والorbital gyri of frontal loop. التايب 2 in adult may causes meningitis. كمان الفيوتر نفس الفيروس اللي حكينا عنهم الفيركل فيركل فيركل زوستر زوستر فيروس اللي هو الهيربس زوستر. it causes chicken pox in children but latent infection in dorsal root ganglia in adult. self limiting limited skin eruption dorsal nerve اللي هو shingles or او بيكون post eruption neuroglia. typical of viral infection with or without granulomatous arthritis and infection. ال CMV virus usually affect immune compromised host. ال AIDS patient present as a subacute encephalitis. any region any cell mainly بيكون بالإبنديمال والسب إبنديمال سيل. شو كمان بنعرف نذكر عنه اللي هو الهيموراجيك بيريفنتريكولار نيكروسيس with large cytoplasmic and intranuclear inclusion. الرابس اللي هو حكينا انه usually result in severe and open fetal encephalitis usually transmitted by a bit of canyon. special about this virus in no travel ascending along peripheral nerve from pit. تمام. كمان نذكر ان incubation period له may last for months before symptom start to appear. neuronal neuronal degeneration and inflammatory reaction mostly severe in midbrain and the floor of fourth ventricle. الدياجنوستيك تبعه بيكون presence of
نيجيريال نيجيريا بوديز تمام، والسيتوبلازميك اند ايوسينوفيليك انكلوجن تمام. اهم شيء، اهم شيء اللي خربط، اللي خربط الدنيا فيه، اللي هي البيوريكينج سيل. بيوريكينج سيل شايفين هاي، عرفتها، عرفتها الفضاء واخيرا عرفتها صح صح. طيب البوليو فيروس، البوليو فيروس وهو الانتروفيروس كوزينج ميلد جاسترونترايتس تمام، بسبب للجاسترونترايتس، but it can involve the central nervous system in the non-immunized تمام، يكون منه إما acute or chronic. الacute منه يكون اللي present as mononuclear cell perpendicular cuffs and neuron phagia of the anterior horn anterior horn of motor neurons of the spinal cord. طبعا هي هاي الهورن موتور نيرون are the lower motor neuron have signal from upper motor neuron of the cerebral cortex. يعني هذا شوي انا جاي خلينا نحكي ما نرجع فيه. الكرونيك منه بيكون عنده الاتروفي of the anterior motor spinal root causing paralytic polymyelitis تمام. تذكروا انه هاي اللي هي البارالايتيك بوليوميلايتس طبعا هي which is eradication now eradication because of vaccination طبعا، بس still انه present in very minimal area of the world تمام. طبعا هو rarely case case may develop paralysis of respiratory muscle then cause this can result in death تمام. اللي هي human immune deficiency virus HIV virus وهو very common to affect the central nervous system and its effect depend on stage of disease. At least 60% of AIDS patient develop بتطور عندهم الأمراض اللي هم الـ CNS disease. بالـ early will only be aseptic viral meningitis 10% بيكونوا تقريبا. بالـ chronic HIV راح نلاقي نشوف عندهم الـ meningoencephalitis. يعني الـ meningoencephalitis أنا خلص المخ عنده ودع الله يكون بعونه. طيب البروجريسيف ستيج راح يكون عندي ال HIV راح يصير عندي HIV انسفالوباثي تمام affecting motor control and memory and in containers تمام. طبعا الكومون سيت كوز ديمينشيا باليونج طبعا كمان كان كوز ديماينيشن اللي هي فازيكول الباكيولار مايلوباثي affecting spinal cord nerve tract pathology of human immune deficiency virus HIV راح نشوف عنده mainly راح يكون بال white matter تمام، كونه بيشتغل على المايلينيتد على المايلين شيث النيرون عفوا ال white matter والبيزل جنجليا والسباينال كورد الديمايلينيشن بال وكمان راح نشوف عنده الميكروجليا نوديولز with multi nucleated giant cells وكمان راح يكون عنده البرين اتروفي. ال CMV فيروس اللي هو السيتوميغالو فيروس طبعا هو caused by GC فيروس وهو بوليمو فيروس تمام exposed during childhood يعني بالاطفال ما في عليهم خوف but in cases of good immunity no شايف يعني فنحكي بالأطفال اللي صحتهم جيدة ما في عندهم good immunity no consequence will result. The only cause in occurs often sorry بحدث بالأشخاص اللي هم AIDS patient and other immune compromised patient infect the oligodendrocyte وبالتالي result in enlarged nuclei with inclusion راح يصير عندي large astrocyte راح نشوفها.
طبعا الريزلت من هذا الاشي او لما يصير عندي لارج نيوكلاي البروجريسيف ديمالينيشن اوف وايت ماتر، مش طبيعي لانه انا هو كل شغله على السي ام بي بيشتغل على الاوليجودندروسايت، الاوليجودندروسايت هي الريسبونسبل فور مايلينيشن، وبالتالي البروجريسيف ديمالينيشن اوف وايت ماتر. الوايت ماتر ليش بالوايت ماتر؟ لانه الوايت ماتر هي اكثر شيء فيها الاكسون، تمام. مثل ما احنا شايفين هون هاي الستين اللي عفوا هون الصبغه اللي استخدمناها اللي هي اللوكسل فاست بلو ستين، تمام. الديمالينيشن اريا شفناها هون بالاشاره بالاسهم، وهاي هون كمان. شو كمان بدنا نشوف؟ نتذكر طبعا بالهيستولوجيكال لي اوف سي ام في فيروس، لما لو نشوف الصورة هون في هذا الخط الاحمر مأشر لك على هاي السل اللي هي الاوليجو دندروجيليا جيليا سل، تمام. صار شوف كيف مختلفة عن اللي حواليها، صار عندها انلارجد وذ انترس نيوكلار انكلوجن. والهاي الخلية راح نشوف اللي هي البيزر أستروسايت، البيزر أستروسايت. الآخر مرض من بالمحاضرة اللي هو البريون ديزيز. البريون ديزيز هو عبارة عن إنه السبونج بصير عندي السبونجيفورم إنسيفالوباثيز، يعني المخصر عنده زي مثل الاسفنجة أقرب ما يكون سبونجي فورم، يعني سبونج بوب اسفنجي، مش عارف سبونج بوب اسمه كأنه سبونج بوب سبونج يعني من سبونج بوب، وهيك اعتبروها احفظوها تذكروها. المهم هسا شو يعني السليبريون؟ هو عبارة عن بروتين، تمام. الفيروس عندي كل انواع الفيروس انا عندي موجود، بيكون في حول اللي هو الكابسيد، تمام. حوالي الكابسيد في البروتين بيكون في بالوضع الطبيعي بيكون في ار ان اي دي ان اي. هذا بحالات البريون ديزيز ما بيكون عندي اللي هو الدي ان اي او ار ان اي، بس البروتين موجود، تمام. هو موجود يعني هذا البروتين البريون موجود بالدماغ بشكل طبيعي، بس اذا صار عليه ميوتيشن راح يصير عندي المشكله. طبعا هو الترانس بسبب فيتال ديزيز ما له علاج with no treatment. البيرسون ار بريزنت ان نورمال برينز بصوره البي ار بي سي، تمام. الاب نورمال فولدنج ميوتيشن اللي صار عنده بتحدث عندي ريزلت ان ذا فورميشن اوف بي ار بي اس سي، تمام. باثولوجيكال بريون هي بيكون يعني هنحكي لهذا الميوتيشن كان بي ممكن تكون سبوريديك، ممكن تكون فاميليال، ممكن تكون الاتروجينيك السكيورد فيا انفكتد ماتيريال. الدكتور قاعد شغال بالعمليه والواحده من هالمشرط الدريل اللي بيخزق فيه المخ الابصر شو بيسوي فيه الابصر ايش ايا كان، يعني عليه والله من هالبريون الجرثم وبلش يشتغل الدكتور ما انتبهش، حدش انتبه ودخل. سبحان الله يعني كيف تصير. نتذكر بس لما يبلش عندي start converting the normal prion BRBC into abnormal resulting in aggregation formation and spongy form encephalopathy، بيصير الدماغ خلص شطب، يعني كيف بدي اوصف لك اياها، مثل الاسفنجة يعني فاضي فيش في شيء او في هش كثير يعني. طبعا ممكن يسبب لي كثير امراض، طبعا مش كلهم راح ندرسهم، راح ندرس عنهم واحد او اثنين. الكور ممكن يسبب لي الكورو او الكرودز فيلد، الكرودز فيلد جيكوب ديزيز، النيو فيريانت، النيو فيريانت كورتز فيلد جيكوب ديزيز،
او الفيتال فاميليال انسمونيا كانه هذا المرض اللي بضله صاحي ما بينامش غير تاعي يموت او ابصر كيف مش ناسي بالضبط كيف تصير، بس مش مهم يعني مش مطلوب منا حاليا. السكاربيا ان شيب تمام. البوفين سبونجي فورم انسفالوباثي الميد كاو ديزيز اللي هو صرع البقر اللي كان بدريش هي بداية التسعينات او الثمانينات او شيء هيك، كان زي قديم يعني المرض هذا. نحكي عن الجي سي دي اللي هو الكوردز فيلد جيكوب ديزيز، وهو فيري رير ديزيز 1 بير مليون انسيدنس تمام، سبوريديك كيس بات نوت ابيديميك، ما له يعني مو نوت ابيديميك تمام. طبعا انتقاله ممكن يكون انتروجينيك او باي كونتامينيشن ماتيريال تمام. الفاميليال كيس ار ويل دوكيومنت ان دوكيومنتد ان بيشنت وذ، راح يكون عندهم البي ار ان بي ميوتيشن 15% تقريبا من الكيسز، مش مطالبين كثير دقيقه الارقام هاي يعني. البيشنت ديفلوب رابيدلي بروجريسيف ديمنشيا، تكون عنده ديمنشيا الخرف خلاص مودع الله يسهل عليه، العقل عنده مش موجود يعني خلاص. It's fatal no treatment now like all prion disease. طبعا الكيرتوز فيلد ديزيز rapidly progressive and usually old people may affect younger in familial cases. الفيريانت CGD made cow disease usually secured through cattle and recently blood transfusion and affected patient who are much younger that patient affected by Curtis field Jacob disease. كل البريون disease تمام راح يشتركوا بنفس المورفولوجي، راح يعني لما نشوفهم من برا او لما نشوف الصورة الدماغ او اشي هيك او نشوف كيف مايكروسكوب او اي كان، راح نشوف عندهم المالتي فوكال سبونجي فورم ترانسفورميشن اوف كورتكس اند ديب جراي ماتر باي فورميشن مالتيبل سيست تمام، موست ان الكودت اند بيتمان اريا نو انفلاماتوري ريسبونس. المايكروسكوبيك فايندينج راح نشوف عندهم النيورونال لوسز لوس اوف اند جليوسز اند تروفي اميلويد ديبوزيشن مي بي بريزنت. هيك بنكون خلصنا المحاضرة. بتمنى تكون وضحت لكم ان شاء الله، واعذرونا لو خربطنا بكم كلمة وخربطنا لانه نعسانين، وسامحونا على التقصير. يعطيكم العافية.